يا ترى امتى بيرجع عمي؟ المفروض دقيقتين يكون بالبيت. ها، ابن الحلال عند ذكره بيبان. اهلين وسهلين أرهان. اهلين فيكي. خدي هاي اجت المحامية، اتصلي فيها. يا عيني عليك، الله يخلي لنا اياك، انت بطلي. اعطيني الموبايل رح اتصل فيها. اخذت سلفي على راتبك؟ المهم دبرت المصاري، لا تهتمي من وين دبرتهم. لما ياخذوا اوجان على المحكمة رح نقدر نشوفه عمي؟ ما بعتقد حيدخلونا لجوا، بس يمكن تشوفوه لما يطلع، او بجوز يطلقوا سراحه، ما بعرف. إن شاء الله يتركوا. شو صاير لإيدك؟ متخانق مع شي حدا؟ لا ما في شي عمي، أساساً حكيت مع مرت عمي، سكر على الموضوع. عمر مشان الله بطل هالحركات، حاش تتخانقوا مع الناس، تحكموا بأعصابكم شوي. ما شفت شو المصيبة اللي وقعت على راسنا؟ لسه ناقصنا مصايب نحنا. صبرني يا الله. مع مين تخنقت؟ مع دروك. عمر بكفي بقى، والله ما بصير اللي عم تساو. ما تعلمتوا درس من اللي صار مع أوجان؟ خلص بكفي بقى، حاولوا انكم تسيطروا على أعصابكم ابني. المحامية قالت ماشي، بكرة الصبح بشوفها ونحكي بكل التفاصيل. لا تخافوا، رح ينحل الموضوع، رح أنقذه لابني من الحبس. أخوكي رح يطلع يا روحي. آخ يا ابني، آخ يا نور عيوني، آخ أوجان، الله العليم شو صاير بحالته. حضرة المحامية شو صار؟ للأسف طرف المقابل مصرين ورح يضل مسجون، بعد شوي رح ينقلوه على الحبس لتنتهي محاكمته. أوجان يا روحي. أوجان ابني البطل. أمي يا عمري، هنن أخذيني على الحبس، أنا كيف رح أقدر ضل هني؟ لا تشغل بالك يا عيوني، رح طلعك من الحبس ورح ترجع على البيت، لا تخاف. أوجان كون قوي ولا تضعف أبدا. بعده رجاء اسمحوا لنا، ما بيصير هيك. أخي أنا بحبك كثير. وأنا عمر أنا رح أروح. أنا آسف كتير. أخي لا تخاف يا عمري، لا تخاف أوجان، أوجان يا روحي ابني يا عمري، أنت أوجان لا تخاف، أنت رح تطلع. أخي يا ابني أوجان. شو نقول؟ طولي بالك. ما تفيني ابني. أوجان خلص امي. اخ يا قلبي امي بترجعكي، طولي بالك. أوجان
الله يفك أسرك. هداك التخت فاضي، نام عليه. شكرا لك. الله يفك أسرك ويخلصك. تسلم أخي. لك نور خانو، اختك هون؟ لا، هي راحت على البيت لتغير ثيابها، بعد شوي بتجي. انت ليش اجيتي؟ لا هلا ما صحي. لا ما صحي، نحنا عم نستنى. هالولد عم يصارع الموت هون، وابني اوجان عم يصارع الموت بالحبس. أمروا باعتقال أوجان، المسكين منهار على الآخر. أنا بتمنى أنه ابن أختك يفتح عيونه ويقول أنه ما بشتكي على أوجان. ما ضل عندي أي حل غير أني أدعي له. أنا مو طالع بإيدي أي شي تاني ساويه. تعالي خلينا نقعد هون ونحكي قبل ما يجوا. يلا عادي. صدقيني أنا بحلف لك، أوجان مانو صاحب مشاكل وبعمره ما أذى نملة. كتير بيحب الحياة وبيحب المزح والضحك، وبحياته ما أذى حدا عن قصد، وبيتمنى السعادة لكل رفقاته. والله قلبه بريء مثل طفل صغير. صدقيني مستحيل يفكر يأذي ابن أختك أو يساوي له شي عن قصد. أنا متفهمتك كتير منيح، بس أختي زعلانة ومقهورة. بتعرفي إنه أمير ابنها الوحيد، وهي بهالحالة ما عم تقدر لا تفكر فيكي ولا بابنك. طالما انه روحه بخطر هلا، مستحيل تقدر تتفهم وضعك. انت فهميها كمان. انا يلي متفهمتها، بس انا ام كمان. كل ما فكر انه ابني حبيبي محبوس بين اربع حيطان وما عم يشوف الشمس، بحس روحي عم تطلع مني. انا كمان بعرف شو معنى الامومه، شو معنى حب الولاد، شو معنى نضحك ونبكي معهم. بتعرفي إنه أنا من زمان خسرت بنتي بسبب غلط صغير ارتكبته؟ نحنا كنا بالبحر وهي كانت عم تلعب على الشاطئ، وأنا التهيت شوي عنها. الأمواج أخذتها. بنتي كانت طفلة صغيرة وحلوة ويا دوب عمرها 6 سنين. معناتها لهذا السبب بتحبي أمل لهالدرجة؟ لأنه بتذكرك ببنتك اللي خسرتي، يا مو هيك؟ إيه بالضبط. لما بكون مع أمل بعيش اللحظات اللي ما قدرت عيشها مع بنتي. صار مارر 5 سنين عن هداك اليوم اللي خسرت فيه بنتي، وما بتمر علي ولا لحظة وحدة مبلوم فيها حالي لأنه بنتي ماتت بسبب غلطي أنا. أبشع شعور بالدنيا إنه الأم تلوم حالها على خسارة أولادها. لهذا السبب أنا متفهمة وضع أختي. أحياناً الإنسان بيلجأ لغضبه لحتى يقدر يتخلص من وجع النار اللي عم تحرقه. هذا السبب اللي مخليها متضايقة ومعصبة.
بتمنى أمير يتعافى بسرعة ويروح الغضب اللي عند أختي. أنا بحلف لك كمان أني مستعدة أعمل كل اللي بقدر عليه ليتعافى ابن أختك. إذا بده بعطيه قلبي أنا حتى مستعدة أعطيه روحي ليتعافى، بس المهم أنه ابني ما يضل مرمي بالحبس وبعيد عني وعن عائلته ويضيع مستقبله وكل حياته. بترجاكي إلك نور خانم، بركي بتحكي مع أختك لتسحب الشكوى ويطلع ابني. أنا ما بدي أي شيء تاني، إذا بتطلبوا روحي مستعدة أعطيكم ياها، بس بكفي إنه ابني ينفض من هالحبس ويرجع على بيته. تتذكري يا إيبك، وجان كتير حاول يتحايل علينا حتى ياخد الغرفة تبعك، عمل كتير ألعيب سخيفة حتى يقدر ياخدها. لا الحقوني بسرعة. وجان خير؟ شو صار لك؟ لا تسأليني ولا سؤال، ظهري انكسر. طيب قوم. لوين؟ تعال نام على التخت. بس أنا ما عم بقدر قوم. على مهلك، سطح التخت لشوف. استنى. انت منيح؟ كأنه التصليحة على تختك فادتني. تأخر الوقت. ايه يمكن صار لازم ننام. طيب لكن انت نام هون وانا رح نام على الكنباية. طيب ماشي، خلينا نساوي هيك هالليلة، أنا بنام هون وأنتي نامي بالصالون. منيح يلي أنتي موجودة، الله لا يحرمني منك يا أختي حبيبتي أنتي. طيب إذا احتجت لأي شي خبرني. إيه ماشي، الله يخلي لي إياكي. الله يجعل لكل إنسان يكون عنده أخت مثلك. تصبح على خير. وأنتي بخير. آخ يا عيني. أوجان شو هذا اللي عم تساوي؟ ما بتخجل على حالك تكذب علي؟ وأنا مثل الغبية زعلت لأنه ظهرك عم يوجعك. افهمنا أختي، وشو فيها يعني؟ مرة واحدة بالعمر خلوني أخذ أقل حقوقي بإني نام على التخت ناعم مثل باقي البشر؟ لازم ضل نايم على الكنباية بالصالون يعني؟ هذا ظلم كبير بحقي، شو أنتوا لقيتوني بالشارع؟ اطلع لبرا، روح من قدامي قبل ما نتف لك شعرك. يلا تحرك، لا عاد تفوت على غرفتي. اعطيني الشحاطة. والله تستاهل اني اسفقك من الشحاطة. هاتي الفردة الثانية. يا لطيف شو محتاج؟ يا ريت كنت خليه ينام على تختي وبغرفتي دائما. أنا كتير متضايقة ومقهورة، هلأ ما حدا بيعرف أوجان كيف نايم. خلينا نرحب بهذا الولد. انت جيت لتنام هون؟ نعم اخي. قوم صب شاي، قوم. شاي؟ ايه ليكون مو عاجبك. بتصب شاي بالاول وبعدين تمسح الارض، ما بيصير تنام هلا. يلا قوم بسرعه ولك. ماشي فهمنا، يلا قمت. Thank you.
استغربت كتير من طريقة طلبك للقائي. لو أنه مساعدتي ما خبرتني شو بدك، على الأغلب ما كنت قبلت أني شوفك. ساعتها كنت خسرت كايهان بيك. بعتقد أنه قرار صحيح أنه تقبل لقائي. طيب ماشي، أنا عم بسمعك. شو هالمعلومة المهمة يلي مفروض أني أعرفها؟ برأيي الأفضل أنك تشوف بعيونك. تفضل وشوف واعطيني رأيك. هاد عرض المناقصة اللي رح تعطيه الشركة المنافسة، مو مزبوط؟ مثل ما عم تشوف مزبوط. ايه بس كيف حصلتي على هاي المعلومة؟ لأنه أنا يلي ساويتها بنفسي، يعني ساويتها مع مديري السيد رسول أوزكايا. يعني أنت مساعدة رسول أوزكايا؟ بالضبط، أنا سوزان مانياسلي. يا ترى سوزان خانم، أنت ليش عم تغلطي بحق مديرك؟ لأنه جرحني وساوى شغلات وجعتني كتير، وأنا انتقمت منه بهي الطريقة. بركي كنت عم تخدعيني، أو كل هالموضوع عبارة عن فخ إلي. بركي صدقتك وعطيت عرض أقل وبعدين أنا طلعت برات المناقصة. أنت اصطفل، فيك تصدقني أو ما تصدقني، بس إذا رسول أوزكايا طلع برات المناقصة وشفت خيبة الأمل على وشه، أكيد وقتها رح يكون شي غالي كتير بالنسبة إلي. ولهالسبب بنصحك تصدقني. يلا بخاطرك. انتو حكيتوا مع المحامي يا ترى؟ عم نساوي كل اللي بيطلع بإيدنا. عن جد ما عاد فيني اتحمل الوضع هون. طول بالك شوي. أوزان يا روحي. ممنوع تلمسيه لو سمحتي. بابا؟ ابني. انت منيح يا روحي؟ عم يطعموك جوا؟ عم تبرد؟ نمت منيح؟ انا منيح وما عم ببرد، عم باكل. لا تقلقي، جبت لك معي شوية تياب وغيارات نظيفة، هني أخدوهن مني، قال بعدين بيعطوك ياهن، البسن مشان ما تبرد. ماشي ماشي بلبسن. عم تقدر تاكل من أكل الحبس؟ أوجان، في حدا جوا عم يزعجك ويعمل لك مشاكل؟ لا بابا، كلياتهم متعلمين ومؤدبين، لا تقلق. أنت فظيع، ضحكتني وما لي نفس الضحك. الله يحميك. طمنوني، في شي أخبار جديدة عن أمير؟ لسه ما فتح عيونه، بس أنا متأكدة مثل ما لي شايفتك إنه رح يتحسن ويصير منيح. لا تخاف، لا تشغل بالك يا روحي. طيب إبك وينها؟ ما بدها تشوف أخوها يعني؟ شو هالحكي يا نور عيوني؟ قامت القيامة بالبيت لأنه ما جبناها معنا، بس المحامية كتبت اسمي أنا وأبوك مشان الزيارة، وهي بتجي للزيارة الجاية، لا تشغل بالها. أنا اشتقت لكم كتير، ما عم بقدر أمزح ولا أضحك مع حدا، وما لي نفس ساوي أي شي هون. بس أنا عم أغصب حالي وضل فكر بالشغلات الحلوة بالمدرسة وببيتنا وبأختي وبولاد عمي، وبهالطريقة عم ضل مبتسم. بابا مو دائما كنت تقلي يلي بيزرع خير بيلاقيه؟ أنا ما ارتكبت شر بحق أي حدا، لهالسبب ما رح لاقي الشر ورح لاقي الخير. أنا رح أطلع من هالمحنة، مو هيك بابا؟ رح تطلع من هاي المحنة، فلا تشغل بالك. بكفي يا خانو، لا تلمسي.
Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.